السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي لو أنا عايز أرسم بشكل غير منتظم أو شكل جديد غير الأشكال الأساسية اللي موجودة دول، هقول هنا وأقول له أنا عايز بارت ديزاين، وبعد كده هقول له أنا عايز نيو سكتش، أختار الإكس والواي أو الإكس والزد زي ما أنا عايز أو الواي والزد، أوكي، وهبدأ أرسم السكتش بتاعي. ممكن مثلا أهوت بعد كده أقفل الشكل بتاعي اهوت واقول له كلوز، اعمل سيلكت عليهم وبعد كده هقول له كرييت، انا عايز اعمل بات. وبعد كده تعالى نشوف ال 3 دي، تقدر تتحكم في الارتفاع بتاعه التايب تو لاست فيرست، هتخلي الارتفاع بتاعه دي احنا هنخليها بالدايمنشن كده. الشكل بتاعي انتهى. لو انا رحت دلوقتي في البارت هلاقي الشكل موجود معايا وبتفاعل مع بقية الاشكال.